كابتن عادل تعال ملك الواقعيه تعال جينا. الف مبروك كابتن. نقدر نقول كده ان الاهلي حسم الصعود لدور المجموعات بنسبه 100%. بمعنى يعني المباراه الثانيه اسمع. ايوه يعني لعبنا الماتش الثاني. لا يعني احنا النهارده الجمعه. لا عسل كده. هي دي بقى لا بص بقى. انا مدي لك على قد اللي خليني. انت بتقول اللي خليني. انت عايزه. خليني اقول لك. لا خليني اقول لك حاجه. خليني اقول لك حاجه. اتفضل. هو ليه لما نيجي نلعب مثلا فرقه تبقى قويه جدا والنادي الاهلي يتعثر معاها او يبقى في مباراه فيها صعوبه وكده، احنا بنقول ان النادي الاهلي او الفرقه، ما بنقولش الفرقه قويه، احنا بنقول النادي الاهلي كان وحش النهارده. أي. تمام. النهارده فرقه متواضعه صح، لكن النادي الاهلي وصلها للتواضع الاكبر من البدايه. للتواضع الاكبر، حطهم في حجمهم صح. ما هو انت ممكن في ان يعني هو مش البن الاثيوبي خرجنا قبل كده، وكنا بس كان ده كان ليه ظروف، وكان لينا فرقتين وفرقه بره وفرقه فيلا الاوغندي ما خرجناش احنا قبل كده، واحنا كنا اللعيب اللي عندنا بالفرقه كلها لما تعادلنا هناك فيها كل حاجه يعني كره القدم. انا مش بتكلم على المباراه دي بس، انا بكلمك على فلسفه الكوره دي رقم واحد. رقم اتنين، انا من مدارس اللي هي استفاد بكل حاجه، لان ده تيم كوره كبير النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يرضى انه يبقى تاني، ولا يرضى انه ما يكسبش المباريات. حتى لو انت بتلعب ريال مدريد كان عندك امل، ده اللي اتزرع جوانا، عندك امل انك انت ممكن تشتغل مع ريال مدريد وممكن تكسبهم، وانت في مباراه وديه كسبتهم قبل كده في رسميه، هم كسبوك ماشي اوكي، وكنت عامل معاهم جيم مش بطال وجيم كويس. علشان كده بقول لك ان طموحاتنا احنا كنادي او كفريق كوره، انت طول الوقت بتشتغل بجديه. في الكلام اللي انا بقوله انا بتكلم على الجديه في العمل، ما بتكلمش دايما على ان الفرقه دي ايه ولا الفرقه دي مش ايه. انا جديتي في العمل ان كمان تبقى عندي، يعني انا النهارده مش راضي بالتلاته مثلا. ايوه يعني انا النهارده مثلا لو انا ماسك الفرقه ممكن ادوس عليهم شويه، ادوس على اللعيبه، لان تكسب 9 تكسب 10 تكسب، طالما انت قادر على انك تكسب تشتغل. فده درس كويس للاعبين، مباراه جيده انك انت كمدرب تقول لهم وتشتغل على حته انك انت، مش بتكلم على طمع كره القدم، بتكلم على انك انت لازم تستفاد. احنا عندنا عيب خطير في الكره المصريه طول عمرنا، ان انت لو كسبت واحد او اتنين بتحس ان انت عملت كل حاجه، تكتفي. انا كنت عايز 5 و6 و7، او كنت تقدر يعني ان انا عنوان الشوط الثاني الفرص الضايعه، انت كنت ممكن تجيب 7 8 تجوان. حاجة تانية مهمة، أنت بدأت في عندك لاعبين كبار، أنت متخيلهم إن هم في المستوى الأعلى هيعملوا لك حاجة كويسة، أنت بتعدهم من دلوقتي. طب أقول لك حاجة، دايماً أفريقيا لما بتيجي تلعب مباراتين بتبقى مباراة واحدة، إحنا بنقول الشوط الأول والشوط الثاني، صح؟ أنت الشوط الأول خلصته وإن شاء الله توصل، أنا مش دعوة بالنتيجة، بس أنا بتكلم ايه الدروس اللي هتستفاده من الشوط الثاني اللي هي المباراه الثانيه. كويس. الدروس اللي انت هتستفادها، ايه اللي انت استفاده انك انت هتضيفها لفرقتك في المباراه القادمه، انك انت ممكن تساعد نفسك وتلعب اكتر من لعيب، في لعيب ياخد الثقه، في لعيب ياخد لياقه مباريات، في لعيب ياخد خبرات زي مثلا مصطفى شوبير. فهقول لك حاجه، الى الان انا ما اعرفش فلسفه كولر، يمكن فلسفه كولر فاكر لما كنا رايحين نلاعب سان داونز، كان عندنا مباراة قبليها بثلاث ايام، كان المقاولين العرب قبليها بيومين، وقلنا والناس كلها خمنت انه هيريح اللاعبين، ما ريحش اللاعب، اللاعب بيوم. فلسفة الاجانب غير فلسفتنا في الحتة دي، يعني ممكن تلاقيه بيلعب الاساسيين المباراة الجاية، او بالمعنى رغم انا مش هتفاجئ لو مستر كولر لعب الاساسيين الماتش الجاي، رغم يا كابتن ان الاندية الكبيرة زي النادي الاهلي ما فيهوش اساسي واحتياطي في ظروف وحالة. يعني اقول لك حاجه، قفشه طول عمره بيلعب اساسي، حاله ممكن يكون فتره احتياطي، عبد القادر اساسي، حاله يبقى طاهر محمد طاهر، برستاو، كهربا، شريف كان لما قبل ما يمشي، يعني انت بتتكلم على عبد المنعم احيانا بيبقى بيقعد بره، فانت بتتكلم على نادي كبير زي النادي الاهلي. المباراه دي الحمد لله عملت شوط اول كويس، رغم ان انت عندك
النهارده كان لازم تحرز اكتر من اهداف. المباراه القادمه ليها اهداف اخرى غير الصعود، يعني احنا دايما بنشتغل على المباراتين بهدف واحد.